السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير على الجميع. النهاردة قلنا نعمل بطين بالعجوة، وجايبين العجوة اهيت والمقص، هنعملهم بالمقص مش بالسكينة، هنقطعهم وهنجيلكوا على طول، وتابعونا بقى لحظة بلحظة، ويا رب الطريقة تعجبكم. احنا بنقطعها بالطريقة ديت، بدل ما يبقى العود البلحية يعني كاملة، لأ عشان يتهضم حلو. وطبعا في ناس ورا الكاميرا متضايقة مني. ليه بس؟ عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب. معلش لسه قايمين من النوم وفاجئني والله. اهو بتقطع كده، انا بعلمكم الطريقه، طريقه لسه جديده من نوعها، بالمقص مش السكين. يلا. عادي، على فكرة المقص بيقطع احسن من السكينة. انت جربتها قبل كده؟ على اساس ما باكلكش ابيض بالعجوه ولا حاجه. لا. انت هتروحي مريني. ماشي، ماشي. هنقطعهم وهنجيلكوا على نرجع طول. لكم تاني. وبعد ما عملنا العجوة وقطعناها بالشكل ده، هنقفش عليها. هيقفش البيض، هيكسر عليها البيض يا جماعه. بطين بالطريقة دي، الأول بيضة، أدي معايا أم زكريا، أدي تاني بيضة، هما كفاية أوي عليك أوعي يعني. تاكلي منهم. لا انت كلهم، انت بألف عين. طبعا هنحط عليهم فلفل وملح. اه يا خلاص على الملح اللي انت حاضر. طبيعي البلح يا جماعة دلوقتي بلح ناشف ومقطعينه بالشكل ده كده، طبيعي هو بيبقى مسكر يعني، فعلى على البيض بالملح والفلفل هيبقى مظبوط ان شاء الله. هتاكلي منه ده ماليش في جميل. المسكرات حلو بصراحة، الحاجات حلو المسكرة مش باكلها. حلو. الف هنا على قلبك. نروح بقى نجيب له السمنة والمقلية اللي هيقلي فيها ونرجع لكم تاني. حطينا يا جماعة السمنة بالشكل ده اهي، تمام. لو عندك حتة سمنة أو زيت يعني، مش سمنة يا جماعة بتخلي البلح طعمه حلو. كمل بقى. واحنا جبنا كمان ضفنا عليهم السمنة. تاني، ما احنا حطينا السمنة. يلا حط عشان هيبدأ يعمل احلفي. يتقدح. والله لا انت ما حطيتش سمنة، ماشي انت فشارة. والله سمنة. طب انزل بالراحة بقى بسم وما الله الرحمن تحرقناش. الرحيم. حطينا العجوة بالبيض، تصدق بيمسك؟ يعني ما تبقاش قصة، تبقى مفرفرة. متماسكة. أيوة. ولما تخلص هنوريها لكم إن شاء الله، هنطلعها في الطبق. ويا رب الطريقة تعجبكم بأمر الله. وصفات الشيف عبده يا جماعة. ده انا شفت نص كوب. لا والله الله يوصفك كلها، هينزل لهم فيديو قبل ده هيشوفوه ما شاء الله عليه. والله الأوضة صورة. وده بعد ما خلص البيض على مهل طبق سخن. نار نار. الصينية اللي هو عامل فيها سخن. يا جماعة بس حصل مش عامل بيض كتير، وعامل اجت العجوة منه اكتر من البيض
بس بيبقى طعمها على فكرة بتبقى حلوة والله. هي ما كانتش راضية تخلينا اعمل عشان ايه، ما اكلهاش الاطباق بس. لا والله ده انا كنت نايمة وهو صحاني وقال لي انا صور قوم صوريني. فشارة. فعشان كده يعني هو الحمد لله عمل الوصفة بقت بالشكل ده كده يا جماعة، هي بالعجوة ويا رب الطريقة تعجبكم، وبألف هنا للي هياكلها اللي لا واللي واللي هيعملها هيشوفها اللي هيعملها ويشوف. جربوها يا جماعة والله الوصفات اللي بعملها على فكرة بتبقى حلوة. شوفي انا هاكلها كمان اهو. أوريهم وأنت بتاكل. يلا يا جماعة نشوفكم على خير يا رب، وكل فيديوهاتنا خفة عليكم. محدش كتر الملح عشان حادق شوية. ما تكتروش الملحين يا جماعة. يلا نشوفكم على خير. وسلام للجميع.